حدثني زهير بن حرب حدثنا يعقوب حدثنا ابي عن صالح قال حدث ابن شهاب ان عبيد الله اخبره ان زيد بن خالد وابا هريره رضي الله عنهما اخبراه انهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يسال عن الامه تزني ولم تحصن قال اجلدوها ثم ان زنت فاجلدوها ثم بيعوها بعد الثالثه او الرابعه